ودابا غادي نكملوا. قلتي غادي تقترحي للمستمعات كوكلي معمر. كوكلي معمر بالمونغ وباللوز والقرقع والزبيب. ايه هذه اخر كرياسيون ديالي. واخا ان شاء الله هو نقدمهم للمستمعات ديال لاله مولاتي. واخا نبداو تفضلي. واخا لاله عندنا 8 ديال لي كوكلي. ايه وعندنا لا مارينات ديالهم كنحتاجوا واحد معلقه ديال السكينجبير محكوك طري. معلقه ديال السكينجبير محكوك طري. معلقه ديال الصويا صوص. اييه معلقه ديال الصويا صوص. الصوجه. معلقه صغيره ديال الملحه. باردون معلقه نص معلقه صغيره ديال الملحه. وعندنا 100 غرام ديال الزبده ذايبه. اييه وعندنا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. ايه وعندنا البهارات الخمس. ايه معلقه كبيره كنديروهم ما مدقوقينش. هادو كيتباعوا ملي كتقول لي ثاني طيب البهارات الخمس راه كاينين كيكونوا فيهم 5 ديال البزارات. كاين البزار الاحمر البزار الخضر البزار الابيض. ايه البزار الكحل وكتكون معاهم حبات ديال القزبر. اييه القزبر يابس. داك القزبر يابس القزبر اليابس كتسمى البهارات الخمس. واخا الوغ هادي لا ماريناد كندوبو الزبده. اييه وكنزيدو عليها هاد المقادير اللي عطينا في الاول كتولي عندنا اون صوص هي باش كنماريني الدجاج ديالنا. يعني كنديرو ديك الصوجه مع السكينجبير محكوك مع شويه الملحه مع ديك الزبده اللي قلنا مدوبه وجوج معالق ديال الزيت البلديه مع هاد الانواع ديال البزار هاد البهارات يعني العطريه الخمسه ديال البهارات. ياك وكنخلطو كلشي. كنخلطو كلشي وكنمارينو به الدجاج ديال لي كوكلي ديالنا بعد ما كيكون يعني مغسول مزيان. مغسول بالحامض بالطريقه مثلا اللي كتغسلي بها مثلا اللي شنو هما الاضافات اللي كديري فيه؟ كنغسلوهم غير بالحامض والملحه. الحامض والملح والسكينجبير طري منين كتبغي لانك تشري بنهار قبل ضروري لان الدجاج ضروري خصو يبات بنهار قبل. الوغ كديري له الماريناد اللي قلنا الملحه والحامض والسكينجبير طري كتحكيه مزيان بالسكينجبير طري ماشي غبره وكتحكيه مزيان بداك الماء والحامض وكديري له في القلب ديالو المعدنوس هكذاك ربطه وكديري له الحامض ايه وكديري له الحامض طراف طرف ديال الحامض غير العادي ماشي مصير غير لا الحامض العادي, العادي. صافي وكتخليه في الثلاجه واحد يبات حتى الصباح. واخا يعني انت في الكوكلي كيف قلتي لنا يعني كتغسليه بالحامض بالملحه بالسكينجبير طري ماشي يعني مطحون وكيتغسلي كتخلطي مزيان هاد الشرموله وتدخليها مزيان في القلب ديال الكوكلي. وقلتي لنا كديري طريف ديال الحامض وشويه ديال المعدنوس. طريف ديال الحامض وشويه ديال المعدنوس مربط كنخشيو في القلب ديال الدجاج كيبقى ليله كامله حتى الغدا عليه وكنجبدوه كيتغسل عاوتاني من ديك لاماريناد ديالو كيبقى كينشف. اييه ملي كينشف مزيان عاد ديك الساعه كنمشيو باش نطيب نديرو له لاماريناد اللي عطينا هادي ديال السكينجبير محكوك طري والصوجة معلقة ومعلقة صغيرة ديال الملحة و 100 غرام ديال الزبدة مدوبة وجوج معالق ديال الزيت البلدية ومعلقة كبيرة من البهارات الخمس اللي فيهم أنواع ديال البزار قلتي لنا وفيهم قزبر يابس. صافي كناخدوها كنمارينيو ونشرملوه مزيان في هاد كنخليه واحد 6 ديال السوايع. اييه وكنديروا لافارس ديالنا الحشو. الحشوة اللي غنعمرو بها هاد لي كوكلي. الحشو عندنا واحد الحبة ديال المونك. كنشريو المانكا تكون شويه قاسحه ماشي المانكا اللي تكون رطبه. أيه تكون الفاكهه ديال الموز تكون قاسحه. تكون قاسحه كنقطعها مربعات راه الطريقه معروفه. أيه باش كتقطع مربعات. أيه وكنديروها في واحد المقله كنديروا معها معلقه ديال الزبده. أيه معلقه ديال الكاسوناد حتى درا كتباع معلقه ديال الكاسوناد. السكر البشقر وكنديروا معلقه ديال العسل. معلقه ديال العسل ومعلقه ديال درنا معلقه الزبده. اها معلقه الزبده ومعلقه ديال الكاسوناد ومعلقه ديال العسل ومعلقه ديال السنيده ومعلقه ديال السنيده ومعلقه ديال لاكريم فريش ومعلقه ديال القشدة الطرية. كنديروا هاد المربعات ديالنا ديال المونك في المقله وكنسوطيوهم مع هاد القوام كيتشحروا مزيان وكنخليوهم ابار. كناخذوا اللوز. اللوز بعد ما كنكونوا سلقناه ونقيناه ومقلي ومهرمش اييه عندنا القرقع حتى هو كنحمروه في الفران مصهد في الفران. اييه وكنقطعوه مربعات صغيرة طريفات صغيورين. اييه
عندنا مربعات ديال المونغ هكا مشحرين، ومعنا اللوز مقلي وهرمش والكركاع. اللوز عندنا تقريبا في دوك 8 ديال لي كوكلي تقريبا غيهزوا لنا 500 غرام ديال اللوز، 500 غرام ديال اللوز و 200 غرام ديال الكركاع. 200 غرام ديال الكركاع. بالنسبه للحشوه عندنا ميزانه على حسب الكميه ديال الكوكلي اللي عندنا، على حسب هذه هي اللي كتعطينا كتعمر لينا 8 ديال لي كوكلي. واخا يعني 500 غرام ديال اللوز و 200 غرام ديال الكركاع. صافي، وكنخلطوا كيكون عندنا المون كيكون ديجا راه مشحر مشحر. اللوز راه ملي كنطحنوه كنطحنوا معاه واحد جوج معالق كبار ديال سنيده ومعلقه ديال الزبده. ايه وعندنا واحد 100 غرام ديال الزبيب كنكونوا مبيتينو في. الا سمحتي عفاك، بالنسبه للوز ما تيكونش مهرمش، غادي نديرو بحال العقده؟ لا اللوز مهرمش، اللوز مهرمش كتهرسيه مع جوج معالق ديال سنيده. كديري ملي كديريه في الروبو كتلوحي مع جوج معالق ديال سنيده وكتهرسيه. وحنا غنهرمشو ونضيفو سنيده. انت كديريه في الروبو كديري مع جوج معالق ديال سنيده وكتهرسيه، وكديري معاه الكركاع والمونغ، وكنديرو معاه واحد 100 غرام ديال الزبيب كنكونوا مبيتينو ليله كامله في الماء. في الماء كيكون الزبيب غير في الماء، لان الزبيب ملي كندخلوه مع ديك لافارس كيتعسل في القلب ديال هكذاك. اييه يعني غير نصفيهم الماء مزيان صافي وخلطوه معاه. كتبيتيه في الماء ليله كامله باش كيتنفخ، كيولي بحال هكذا بحال الزيتونه كيتنفخ. وكنخلطوه مع مع لافارس ديالنا وكنعمرو بهم القلب ديال الدجاج ديال لي كوكلي. اييه ملي كنعمروهم صافي كنقفلوا عليهم الكوردون ولا كنستوهم بلي كوردون ولا بالفيلم ديال هذا صافي وكندخلو. ماشي فيلم هذاك الخيط خيط غذائي لو فيلم. كنعقدوا لهم الرجينات ديالهم وكنديروهم كنديروا البابي كويسون في الفران، وكنديروا بابي كويسون في الطاوه. اييه وكنحطوا لي كوكلي ديالنا كنستفوهم، كنديروا فوق منهم بابي كويسون اخرى، وعاد كنحطو فوق منهم البابي الومنيوم كيطيبو بابيوت، وكندخلو لوفوغ. لوفوغ كيطيب على 180 درجة. 180 درجة. 180 درجة شالوغ تورنونت فوق وتحت. تقريبا كيشد واحد هو الكوكلي ساهل في الطياب، ما تحتاجش بزاف ديال الوقت. شوية كيشد تقريبا واحد ساعة ونص داك الطياب. لأنه 8 ديال الكوكلي. 8 ديال الكوكلي كيشدو تقريبا شي ساعة ونص ديال الطياب. من بعد منين كيطيب كنحيدو البابي كويسون، كنحيدو الفيلم اليمونتيغ الفوقاني. البابي كويسون كنحيدو البابي الومنيوم من الفوق، وعاد كنخليهم كياخدو لا كولور ديالهم، كيزيدو كيتحمروا في الفران حتى كياخدوا ديك لا كولور. كيولي ذهبيه. ذهبيه. يعني ملي كنحيدو داك الخطا ديال الالومنيوم والبابي كويسون كنخليو كيتحمر، ما كندهنو بتا شي حاجه، هو كيطلق ديك لاصوص. ما كدهنيش لان راه ديجا مدهون، ديجا راه فيه الزبده وفيه زيت العود، راه يعني غير فهاديك الشرموله اللي شرمناها من الداخل ومن برا هذيك كافيه كتعطي التحميره. كيطلق هذاك الماء ديالو قبل ما تبريزونتيه، راه كتقلبي له الصدر ديالو في هذا وكتحطيه، اولا كتاخدي واحد الشيته وكتاخدي ديك لاصوص اللي داك لو جو اللي هبط منه، كتاخدي ديك شيتو كدهنيه من الفوق باش كيعطي ديك لابغيونس. وفي طبق التقديم في بالنسبه للتزيين شنو في طبق التقديم كتقدري ديري مثلا، حيت حنا دائما التزيين كتحاولي كتزيني باش فارسيتي باش الناس يعرفوا شنو، باش كيعرفوا شنو كياكلوا سوا في البسطيلات سوا في اي حاجه اللي هي كتكون فارسي او لي صالي ولا اي حاجه اللي هي كتكون فارسي، دائما كتحاولي تدريسي تبيني ديك الحشوه بداك لافارس لي لوغ. تقدري ديري دي فيغين هكذا، دوك الكيسان راه معروفين دابا موجودين في السوق. كتقدري ديري مثلا تفرشي له غير الخس وديري دي فيغين تعمريهم بنفس لافارس اللي فارسيتي فيها. مثلا نديرو الى شاطلينا ولا مثلا نديرو حسابنا نديرو مثلا واحد المونغ نعسلوها من غير هذيك المونغ اللي داخل، لان المونغ اللي درنا لداخل كتكون شويه قاصحه كناخدو المونغ اللي هي رطبه كنقطعوها مربعات، كنديرو ديك لافيغين هكذا، كنديرو شويه ديال المونغ لتحت، كنديرو شويه ديال ما فوق منها شويه ديال الزبيب، الزبيب يكون معسل. كيكونوا طبقات، ومن الفوق كاع كنديرو اللوز، كنرشو اللوز حب صحيح حبات صينين مقليين وحب، وكنحطو دوك لي فيغين ما بين الكوكليه والكوكليه كنحطو لي فيغين ديالنا. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. يعني هذا كيجي من ضر كوكلي مميز. اييه وحشوة يعني مختلفة يعني ما بين طيبات ديال الحلو والمالح. الله يعطيك الصحة.